تبدو إمارة دبي واثقة من قدرتها على تحقيق حلم التحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فهي متأكدة من امتلاك البنية التحتية والقانونية والمالية اللازمة لمنافسة مراكز تقليدية مثل المنامة وكوالالمبور، وخططها تتجاوز التمويل لتصل إلى المنتجات الحلال كالأطعمة والصناعات والأزياء، والتي ما زالت الفجوة كبيرة في متوفر منها إسلامياً. الفرص النمو موجودة قدامنا اليوم، حتى في بعض المصادر تذكر أن عدد أو حجم الإنفاق على المنتجات هذه يعتبر بشكل كبير، يعني في العام في 2000 مع نهاية 2012 أعتقد كان الإنفاق حول المنتجات الأغذية فقط الحلال يفوق التريليون دولار أمريكي، وهذا بس فقط على الأغذية، فلا يشمل أيضا مستحضرات التجميل ومستحضرات الصيدلانية. هاي فرصة موجودة لاستقطاب عدد أكبر من المنتجين والعاملين في هذا القطاع، سواء كانوا شركات تصنع منتجات حلال أو شركات توزيع المنتجات الحلال، أيضا العاملين في مجال طرح الشهادات، شهادات المنتجات الحلال. وتبرز تجربة اجتذاب سكوك هونغ كونغ التي كانت الأولى من نوعها بالنسبة للحكومة الآسيوية لتدرج بأسواق دبي كنموذج لمشاريع الإمارة على الصعيد المالي. احنا هدفنا الأساسي الترويج عن إمكانية دبي لاستقطاب هذه الصكوك، تسهيل عمليات خلنا نقول الإدراج بما فيه الإجراءات وكذا، هاي من اختصاصات الأسواق سواء سوق ناسداك دبي ولا سوق دبي المالي، لكن الكل ماشي على الاستراتيجية. الاستراتيجية مالتنا تكوين دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تشمل عدة محاور مثل ما ذكرت لك، وكون أن هونغ كونغ عزمت أنها تدرج في دبي، هاي طبعا تعتبر بالنسبة لنا تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، لكن أيضا تعتبر مصدر ثقة للحكومات الأخرى أيضا يعني. وتؤكد دبي قوتها ومكانتها بالمنافسة مع مراكز تقليدية للتمويل الإسلامي مثل المنامة أو المنتجات الإسلامية مثل كوالالمبور، اعتمادا على مقومات بشرية وطبيعية وجغرافية وقانونية. دور مدينة دبي في مجال الاقتصاد بشكل عام دور محوري يعني على مستوى العالم، يعني دبي معروفة مكانها الاستراتيجي حول الأسواق الناشئة وأيضا الأسواق العالمية. دبي دائما كانت مركز تجارة حول العالم، فالبنية التحتية اللي موجودة في إمارة دبي بنية تحتية قوية، وتقدر وهذا الشيء يقدر يساعد تطوير الاقتصاد الإسلامي على شكل أكبر. الإطار القانوني التي يشتغلون فيه الشركات والمؤسسات مهم جدا أيضا، ودبي معروفة في هذا المجال. الاتصال والتواصل مع الأسواق العالمية هذا شيء مهم جدا أيضا، خاصة في مجال التمويل أو في قطاع التمويل. ويلفت العور إلى أن دبي تطمح لترسيخ مكانتها بين المدن المنافسة على هذا الصعيد. قطاع التمويل الإسلامي ولا قطاع الحلال مش مقتصر فقط على مدينة ولا على مكان معين، بالعكس احنا نبغى نروج عن التجارة العالمية، نبغى نستخدم دبي وإمكانية دبي ان نتفعل دور التجارة العالمية من هذا المكان، فالرؤية شاملة والرؤية تكون واسعة مش مقتصرة فقط على هذه الإمارة يعني. ولدى سؤاله عن الخيارات التي تتطلع إليها دبي على الصعيد تنظيم عملية الإفتاء ووضع المعايير، وما إذا كانت ستختار بين مركزية الإفتاء أو لا مركزيته، أجاب العور: اليوم الباب مفتوح، احنا هدفنا أن نحاول نخلق هذا الحوار ما بين المعنيين، سواء الجهات، سواء اللي هم علماء الدين، علماء اللي موجودين من ضمن الشريعة بوردز في أو مجالس الشورى في البنوك، أو إذا كانوا منظمين للخدمات المالية، نباهم شوي يتكلمون أكثر مع بعض، نباهم يصلون إلى اتفاق معين، سواء كان تكوين منظومة اللي هي يسمونها السلف ريجولاتوري ابروتش، اللي هي المنظومه اللي هي تديرها مجالس الشورى في البنوك، او المنظومه الاخرى اللي هي مثل ماليزيا مثل ما تفضلت، اللي هو يعتبر سنترال شريعه بورد، ويكون كل شيء محكم عن طريق محكمين التمويل.
مصطفى العرب، CNN بالعربية، دبي.